بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. الأخ محمد جمال، قناة ايجيبت سوفت، منزل فيديو عن رفع الفيديو. طبعا هتشوفوه دلوقتي تتم المقدمة دي. ربط اكسس باستضافة على الانترنت. طيب، هي الفكرة جميلة وكتير اتكلمنا فيها، هو مشكورا عمل شرح ليها. الشرح هيبقى موجود على القناة بتاعتي في الفيديو ده وعلى القناة بتاعته. بس اللي أتمناه من حضراتكم، يعني مشكورين، أتمنى الاشتراك في القناة ودعم القنوات الجديدة. يعني أنا واحد من الناس بصراحة محبط بالنسبة للقناة بتاعتي. شوفوا ده القناة بتاعتي اللي احنا بنقين عليها وعملت فعليا عليها مجموعة شروحات، لغاية دلوقتي بنزل شروحات سواء الربح من الإنترنت، وبنقول يا شباب اشتركوا، ومشكورين ال 179 واحد اللي اشتركوا، بس فعليا حاجة محبطة جدا. فأتمنى إن احنا ندعم الناس اللي بتحاول إن هي تقدم معلومة. يعني هو فعليا هو وصل لمعلومة وربط أكسس بالموقع، عشان بس ما يكونش مضلل الموضوع إن احنا بنعمل قاعدة بيانات على الموقع وقاعدة بيانات أكسس وبنربطهم ببعض. قاعدة بيانات أكسس ما بتروحش على الموقع، ما بتشتغلش على الموقع. احنا بنربط قاعدة بيانات أكسس بقاعدة بيانات على الموقع، ومبدأ يبعت ويستقبل بيانات. فطبعا العمل النهائي تم، يعني في النهاية المستخدم له بياناته عن طريق النت. أتمنى إن احنا يعني ندعم المواضيع دي. أنا هسيبكم مع الفيديو، وإن شاء الله أتمنى رابط الفيديو الأصلي بتاع الأخ محمد جمال هتلاقوه تحت الفيديو. أتمنى إن احنا نشاهد الفيديو ونشترك في القناة وندعم أي محتوى. قبل ما أنسى، الموضوع على فكرة مش سهل، الموضوع محتاج تركيز. اللي هياخد الموضوع بشكل سطحي أو ياخده وهو مش مركز هيتعب. حاول إنك تاخد الموضوع ده، تاخد المعلومات دي وأنت مركز كده ودماغك هادية وقدام منك وقت، لأن 26 دقيقة أو 27 دقيقة بتوع شرح الفيديو لازم تكون بتكامل تركيزك، عشان الموضوع دقيق جدا، وغلطة في أي مكان هتيجي تبص لك بتلف حوالين نفسك. هسيبكم مع الفيديو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اليوم معانا درس في غاية الأهمية بالنسبة للإخوة اللي شغالين على تصميم الأكسس وبيصمموا برامج الأكسس، وبتواجههم مشكلة إن هم عايزين يربطوا نسختين مع بعض عن طريق الإنترنت. يعني عندك نسخة في مكان ونسخة في مكان تاني، في بلد أو في بلد تانية، أو في دولة أو في دولة تانية، أو العميل مثلا عايز يتابع شغله من البيت فمحتاج إن هو يشغل اللابتوب بتاعه أو حتى الموبايل بتاعه فيفتح يشوف الشغل ماشي إزاي وكده. أنا جربت طرق كتيرة بصراحة، وشفت شروحات كتيرة على الإنترنت، وكلها بتدور حولين إن أنت تقسم قاعدة البيانات، ويكون الجزء اللي فيه اللي هو الجزء اللي فيه الجداول موجود على جهاز، والجهاز دوت يتم استخدامه كسيرفر، ومن خلال برامج الفي بي ان او مواقع معينة تقدر ان انت توصل الاجهزة بهذا الجهاز اللي عليه الداتابيز، وتفتح جدار الحماية بحيث ان الاجهزة الاخرى اللي يكون عليها الفورمز تقدر تشوف الداتابيز ويقدروا يكلموا بعض، وتقدر تحط بيانات هنا او تستعلم عن بيانات في نفس الداتابيز. استخدمت الزيرو تاير واستخدمت الهاماتشي، وللاسف يعني النتيجه يعني في نتيجه لكن مش هي النتيجه المطلوبه، لان بتقابلك مشاكل. لو الجهاز مطفي ما بتقدرش توصل له، لو الجهاز عمل ستاند باي ما بتقدرش توصل له، كذلك مساله السرعه بتكون بطيئه جدا. فالنهارده احنا هنتكلم على الموضوع بشكل مختلف، وهو هنعمل الداتابيز كانها داتابيز بتاعه موقع او ديسكتوب ابلكيشن، لكنها مرفوعه على الاستضافه. يعني بمعنى اصح احنا هنعمل الفورمز على الاكسس، وهنخلي الداتابيز موجوده على الهوستنج على الاستضافه، بحيث ان انا اقدر اتصل بيها في اي وقت وفي اي مكان ومن اي ابلكيشن، سواء من موقع او من اندرويد ابلكيشن او اي او اس او اي شاشه، اقدر ان انا اكلم الداتابيز دي. طيب، اول شيء السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا محتاج ان انا هبدأ هعمل داتابيز جديدة هنا عندي على الجهاز، وهسميها مثلا تيست كونكشن واحد مثلا،
وهحتاج هفتح الداتابيز ديت، هحط فيها جدول واحد. طبعا انا عملت الموضوع في اكتر من جدول، وفي داتابيز فيها علاقات كتيره جدا واشتغلت معايا تمام. واجهتني بعض المشاكل الفنيه البسيطه ان شاء الله تتحل، زي مساله السرعه. طبعا مش هتكون نفس السرعه الموجوده عندك على الجهاز او في شبكه محليه، بتاخد يعني سنه كده عما تبعت البيانات. كذلك في بعض السرعه في مساله الاتصال، هنشوف دلوقتي اثناء الشرح، لكن المشاكل دي فيما بعد ممكن تتحل، وهو الموضوع ما زال تحت التجربه. انا لسه ما سلمتهاش لاي عميل ولا عملتها عند اي عميل، لكن اهي فكره مطروحه. وبرضو لو اي حد من الاخوه عنده يعني اضافه ممكن هو يضيفها، ما فيش اي مشكله. انا دلوقتي هبدا اعمل جدول، هكريت جدول، هننشئ جدول جديد. الجدول هسميه مثلا هنا انشاء جدول، وهنا هسميه مثلا تي بي واحد، تمام. وهبدا ادخل في وضع التصميم وهقول له مثلا ده اسمه الاي دي، ومن نوع ترقيم تلقائي، وده مثلا اسمه سي نيم لو انت بتعمل لموظفين او طلاب او مدرسين او غيره. يعني هنا سي ادرس مثلا هيكون من نوع برضو نص، وخلينا ناخد واحد من نوع ديت مثلا، هنقول له ده من نوع تاريخ ووقت، تمام. انا هبدا احفظ الجدول زي كده، والجدول اتحفظ عندي، فتحته هو زي كده. هحط فيه مثلا اي، هنقول مثلا السي نيم ده اسمه مثلا محمد، والادرس مثلا الزقازيق، تمام. والديت هنحط له اي ديت، يعني احنا هنعبي بس في كده اي بيان مبدئيا عشان نشوف البيانات هتروح ازاي. طيب الشيء الثاني اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اعمل قاعدة بيانات على موقع الاستضافة. وموقع الاستضافة طبعا في مواقع كتيرة جدا، في ناس كتيرة جدا بتستخدم مواقع الاستضافة، منها عربية ومنها أجنبية. أنا في موقع عندي أنا بستخدمه ويعني مرتاح إلى حد ما معاه، في أسعاره كويسة، غير كده إن هو بيديك شهرين مجاني، يعني بيديك داتابيز وموقع مجاني لمدة شهرين. الموقع اسمه سمارتر، وأنا كنت شرحت طريقة إنشاء حساب عليه قبل كده. لازم بس يكون عندك إيميل، وبعد كده بتعمل عليه حساب، وبيديك يعني بيديك يعني مساحة مجانية لمدة شهرين كاملين. بعد الشهرين يا إما تسدد يا إما تسقط الداتابيز والموقع. طيب احنا الآن هندخل على الكنترول بانل بتاعتي، وهدخل أعمل أكريت داتابيز جديدة على أساس إن احنا نقدر إن احنا نشتغل عليه. بداية أنا طبعا كريت داتابيز، عندي داتابيز زي ده هنا اسمها اللي هي اسمها لا هنا هندخل على دي الويب سايتس، هندخل على الداتابيز هنا، تمام. هو عندي اربع داتابيز هنا في تيست كونكشن، لكن انت لو هتعمل واحده جديده هتدخل على اللي هي اضافه داتابيز وتكتب اسمها هنا وتقول له سبميت، بعد كده يقوم جاي مكريتها لك على طول، تمام. انا هشتغل على الداتابيز ديت لانها ديت فاضيه، فمش محتاج ان انا يعني اعمل واحده جديده عشان المساحة بس عندي. فهقول له هنا بعد ما بيكريتها بيقول لك هنا database created، وبعد كده بيقوم جاي منزلها لك هنا مع البيانات الموجودة عندك او مع database اللي هي خاصة بيك. يعني بتقول له web connection او web connect، بحيث ان انت تتصل بيها، هتدخل على الداتابيز بتاعتك من الويب كونكت، هتديله الباسورد اللي انت عملته. طبعا انت بتكتب له الباسورد، بتديله الباسورد هنا كده، تمام، وتقول له connect، يبدا يدخلك على الداتابيز من جوه. تبدا تفتحها من هنا كده من علامه الزائد ديت، وتطلع التيبلز بتاعتك الموجوده عليها، وتقدر انت تنشئ تيبلز من هنا. انت تقدر تنشئ داتابيز كامله من هنا وتعمل بها بينها علاقات، تعمل كل شيء. لكن احنا هنروح دلوقتي نشوف الداتابيز دلوقتي اللي هي اسمها كونكشن، اللي هي تيست كونكشن، دي فاضيه خالص ما فيش فيها اي حاجه. انا دلوقتي هروح اكلمها من هنا من الاكسس، هروح على ادوات قاعده البيانات. طبعا انت بتعمل اتصال اول مره، هو بياخد الاتصال، يعني بياخد الاتصال يقول لك يعني يعرف الاتصال على الاكسس، فانت ممكن تتصل بها مره واثنين وثلاثه. طيب لعشان انا اتصلت قبل كده، فهدخل دلوقتي اعمل ارسال للجدول دوت، هعمل له سند او هعمل له تصدير اكسبورت للداتابيز اللي فوق. هنا هيقول لي الجدول دوت، هقول له نعم. طبعا في اكتر من طريقه احنا هنستعرضها برضو في موضوع الاتصال. هيقول لي هنا هختار الماشين، هنا هقول له اختار له اي اسم هنا، مثلا اقول له تيست واحد مثلا، اقول له اوكي. طيب هو بيقول لي هنا تم تصدير
بنجاح. طيب خلينا نروح نعمل اتصال تاني مع الداتابيز ديت، هنقول له استخدام قاعدة بيانات موجودة، هنقول له انشاء اتصال جديد وندخل على التالي. هنعمل اتصال كده دلوقتي، احنا رايحين نتصل بالداتابيز الموجودة فوق اللي هي موجودة على الاستضافة. تمام، هيقول لي اكتب هنا، تشوف هو طلع لي اسم السيرفر على طول مباشرة، وقال لي معرف الدخول. انا معرف الدخول هروح اجيبه منين؟ هروح اجيبه من هنا الداتابيز اللي عندي اللي اسمها تيست كونكشن. هو طبعا ده السيرفر بتاعي، ده الاسم اليوزر بتاعي المفروض يعني، فهروح اديله اليوزر هنا كده، وهديله ايه كمان الباسورد اللي احنا كنا كتبناه فوق. تمام، وهديله التالي. هو بيقول لي انت عايز تبعت اي جدول؟ هقول له الجدول دوت، هقول له التالي. تمام، وهضغط برضو التالي، وهقول له انهاء. طلع لي خطأ. طيب تعالى نجرب الطريقة التانية. هو اللي هنقول له انشاء قاعدة بيانات جديدة، او هنقول له استخدام قاعدة بيانات موجودة. تمام، وهنروح على اللي هو السيرفر ده، هروح للسيرفر ده وهنقول له موافق. تمام، بعدين لما هيديني بقى اسم الداتابيز هقول له لا غير لي، مش عايز انا اللي اسمها ايجي سوفت، انا عايز الداتابيز اللي اسمها كونكشن. تمام، وهبدا اكتب له الباسورد. تمام، بعدين هقول له موافق. المفروض ان هو دلوقتي يدخلني على الداتابيز اللي هي الموجوده على الاستضافه. هيقول لي عايز تبعت الجدول ده، اقول له ماشي ابعته لي. تمام، بسم الله. الان هو بدا يصدر الجدول، بدا يطلع لي الجدول للداتابيز اللي هي اسمها كونكشن الموجوده فوق على الاستضافه. بالظبط، الان اصبح عندي الجدول بالشكل دوت. شوف الجدول لما يطلع لي بالشكل ده، معنى كده ان الجدول ده مرتبط ارتباط خارجي. شوف دوت عمل لي محلي وده ارتباط خارجي. طيب انا الان عايز اروح اكتب في الجدول ده. طبعا انا ممكن اعمل فورم واعمل ادخال للجدول دوت عن طريق الفورم وكل حاجه، واعمل فورم من نوع ورقه بيانات واستعرض البيانات اللي فيه وكل شيء. شوف انا هنا قال لي ان الجدول دوت فيه البيانات دي. طيب تعالى نكتب كده، نشوف كده احمد، لان نكتب عربي، نكتب مثلا احمد عبد العزيز مثلا. تمام، ومن مدينه مثلا القاهره. تمام، وهنقول ان هو مثلا التاريخ ده. طيب تعالى نشوف كده. تمام، سجله بالظبط هنا، سجل عندي احمد. طيب تعالى نروح بقى اشوف الداتابيز هنا كده، نقول له ويب كونكت. تمام، احنا هنقفل بس ديت ونقول له ويب كونكت من جديد عشان يعمل ريفريش، ونقول له دخلنا على الداتابيز كده وشوف لنا الجداول اللي جواها. شوف بالظبط طلع لي تي بي واحد وفي اتنين روز. تعالى نستعرض الروز الموجوده، طلع لي احمد عبد العزيز ومن القاهره، وطلع لي محمد المنزازي. طيب تعالى نعمل حاجة تانية بقى، ممكن ان احنا نتصل بالداتابيز دي، ممكن نتصل بيها من موقع. يعني انا ممكن يكون عندي مثلا ابلكيشن كده على الجهاز، وممكن يكون برضو عندي موقع والزبائن بتدخل بتطلب واشوف الكلام ده في الابلكيشن. ممكن. تعالى نبدأ ان احنا نفتح اللي هو فيجوال ستوديو. هنفتح فيجوال ستوديو 2015 وهنعمل ويب فورم ويكلم نفس الداتابيز ديت. تمام، هو بس محمل دلوقتي، خلينا بس نفتح كده عشان وقتنا. تمام، انا هقول له نيو بروجكت، هقول له هنا نيو بروجكت. هقول له نيو بروجكت. هو دلوقتي بكريت، يعني بكريت البروجكت الجديد.
بأي لغة برمجة مش هتفرق معايا، لأن أنا يعني إيه مش هكتب أكواد كتير، أنا هنعمل بس كونكشن سريع كده ونقول له ده اسمه، ده اسمه إيه، اسمه تيست كونكشن، اسمه تيست كونكشن. تمام، هناخد بالفي بي ماشي، فيجوال بيزك هي اقرب حاجه للاكسس يعني. هنقول له امتي بروجكت كانسل، وطبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني في هنبدا دوره بعد ما نخلص الدوره الحاليه، هنبدا دوره في تصميم موقع صغير مع داتابيس صغيره، وبرضه هنعمل علاقات ما بينهم، وممكن ان احنا نربطهم مع الاكسس على اساس انت لو عندك يعني زبون يكون عندك كل حاجه. يقول لك طيب هو الاكسس ما بيتربطش مع، لا عندنا الاكسس بيتربط، طيب مش ممكن نعمل موقع؟ اه ممكن نعمل موقع. يبقى انت عندك كل شيء يعني، يكون عندك شغلك متكامل، حتى لو قدرت تدخل برضه كذلك في البرامج اللي هي تطبيقات الاندرويد وغيرها، كل شيء ممتاز جدا بحيث يعني تخدم شغلك في يعني مسألة التسويق والأشياء. الآن هو فتح معايا البروجكت جديد، هنا هقول له added، هبدأ أقول له added new، بس هو بس لسه تحميل بطيء شوية. تمام، هروح دلوقتي اعمل نيو ايتم، هقول له اعمل لنا صفحة جديدة، اعمل لنا نيو ايتم عنصر جديد، وهنختار ان هو من نوع ويب فورم، وهنسميها مثلا كونكت واحد مثلا. تمام، وهنقول له اد، طيب هو الآن كريت لي صفحة جديدة اسمها كونكت واحد. أنا هدخل على وضع الديزاين كده، هنزل مثلا، احنا طبعا محتاجين بس محتاجين يعني تيبل صغير زي كده، هنخليه مثلا 4 رو، ونقول مثلا 2 رو، و ثلاثة رو واثنين كولوم. هنحط فيه هنا ليبل، هنحط هنا مثلا، ناخد خلينا بس نبحث عنه عشان مش شايف، نظري ضعيف. هنقول ادي ليبل اهوت، تمام، وهاخد ايه قوي من الليبل دوت، وهنا برضو هحط تكست بوكس، اقول له تكست بوكس، هنا تكست بوكس واحد، وحط هنا تكست بوكس اتنين، وتكست بوكس تلاتة. طيب الآن يا شباب المفروض ان احنا الوقت ده هنخليهم هنا كده في اليمين او في النص، تعالى في النص يا سيدي، طيب دول هنجيبهم هنا في الجنب كده على الشمال. تمام، نعمل بس عليهم تنسيق سريع جدا، هنقول مثلا ده الليبل واحد، ده الاي دي بتاعه، هنخلي التكست بتاعه تعريفي، اسمه الاسم مثلا الاسم، والتاني ده هنخليه العنوان، والرابع ده هنخليه، هنقول له ان ده اسمه الايه، ده اسمه التاريخ، هنسميها نقول له ان ده اسمه التاريخ، هنقول له ده التاريخ. تمام يا شباب، طيب انا عندي ليبل واحد ده الاي دي بتاعه، ليبل تكست بوكس واحد، وتكست بوكس اظن اتنين، وتكست بوكس تلاتة. طيب الان هروح اجيب اس كيو ال سيرفر داتا سورس، وده اللي هيعمل لي الاتصال، اس كيو ال سيرفر داتا سورس ده اللي هيعمل لي الكونكشن مع الداتابيز بتاعتنا اللي موجوده على الاستضافه. هروح هنا كده هقول له configuration source data source، هقول له new connection، هيقول لي انت عايز تتصل بمين، هقول له هجيب لك اسم السيرفر بتاع اللي عايز اتصل بيه، اسمه 5045، موجود على الموقع الفلاني.
بعدين هيطلب مني، هقول له ان عايز السيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، هقول له اليوزر نيم اللي هو نفس اليوزر اللي احنا اتصلنا بيه من الاكسس، نفس اليوزر اللي احنا اتصلنا بيه من الاكسس دوت، كنترول سي كنترول في، وهدي له نفس الباسورد عشان هو هيدخل بالباسورد اللي احنا نديه له. هقول له هنا كده تيست كونكشن على اساس يختبر لي الكونكشن، يشوفه شغال تمام ولا لا. قال لي سكسيدد، تمام الكونكشن نجح، هقول له اوكي عشان ينقلني على الخطوه اللي بعدها. تمام، عمل لي هو دلوقتي الكونكشن سترنج اللي هو نص الاتصال اللي بيننا، اللي بين الموقع وبين الداتابيز الموجوده على الاستضافه. تمام، بس انا عايز اشوف هو. طيب نيكست، هروح برضو نيكست، انت لما بتتصل بداتابيز على الانترنت شوف في كل الابليكيشنز لازم يكون في وقت في التحميل، يعني بيكلم حاجه بعيد عنه يعني جدا. الموقع ده سمارت ده اظن في امريكا تقريبا، يعني هو طبعا مش المقصد يعني ان هو في امريكا ولا غيرها، يعني المقصد ان هو الموضوع في سيرفر تاني غير السيرفر اللي انت عليه، فبياخد وقت معاك. هنا هنقول له ادفانسد وجنريت عشان يعمل لي معايا ترقيم تلقائي اوتو نمبر يعني. هقول له هنا هناخد التيبل واحد، شوف هي طلع لي التيبل واحد، شاف التيبل واحد الموجود فوق. هقول له نيكست، تعمل له تيست الكويري عشان نتاكد ان هو شغال تمام. قال لي فعلا فيها احمد وعبد العزيز ومن القاهره، والكلام اللي احنا سجلناه عن طريق الايه، عن طريق الاكسس. طيب الان انا هعمل كويري، انسرت كويري اللي هو هيخليني اروح اعبي البيانات اللي هتروح هنا، البيانات اللي هتطلع لي هنا اعبيها هناك في الداتابيس. هقول له انسرت كويري، هيقول لي ان انت هتعمل ايه. هقول له ده السي واحد دوت هياخد منين. هقول له هياخد من الكنترول اللي اسمه تكست بوكس واحد، وده هياخد من الكنترول اللي اسمه تكست بوكس اتنين، الكنترول اللي اسمه تكست بوكس اتنين، والداتا هياخد من الكنترول اللي اسمه تكست بوكس تلاتة. تمام، تكست بوكس تلاتة. لكن التاريخ طبعا انا مش عاجبني التاريخ، احيانا بيعمل مشاكل مع بيعمل مشاكل احيانا مع الداتابيس فوق، تمام، مع الفيجوال ستوديو خاصه اللي في طريقه، يعني طريقه الكود هنكتبها بعدين ان شاء الله. هروح اجيب دلوقتي بوتون، هروح اجيب بوتون ده احطه هنا كده، والبوتون دوت هديله كود، اروح اديله كود في الفيجوال بيز، هقول له يا ريسبونس، لا هقول له SQL سيرفر، SQL سيرفر ده السورس واحد اللي هو دوت دوت انسيرت، دوت انسيرت بس، خلاص يا شباب كده خلص الموضوع. طيب تعالى نبدأ ان احنا نشغل المشروع، نبدأ نعمل له بلاي ونعبي بيان جديد ونبعته على الداتابيز. طب ده طبعا موقع، والموقع دوت بيترفع كمان بعد ما تخلصه، بتعمل له بابلش وبعد كده بترفعه على الاستضافه، سواء بقى الاستضافه ديت او الاستضافه تانية، يعني ممكن ترفعه على الموقع ده، ممكن ترفعه على نفس الموقع، ممكن ترفعه على استضافه تانية. تمام، هو كده كده واخد المسار بتاعه، عارف هو بيكلم اي داتابيز موجوده في اي مكان. الموضوع بيبقى تقيل شويه، لكن بعد كده لما بترفعه بيبقى سهل جدا، وفي طبعا ادوات انت بتستخدمها بعد كده في المواقع بتسرع لك سرعه الارسال والاستقبال والاستعلام على البيانات، حتى الايتيمز الموجوده جوه الموقع نفسه انت بتخف وزنها بحيث ان هي تشتغل معاك، يعني يكون الموقع كله خفيف معاك يشتغل معاك بسرعه. طيب هنا هنقول مثلا عبد السلام، مثلا هنقول عبد السلام، تمام، وهنا هنقول مثلا العنوان مثلا دمشق، ونقول هنا انسيرت او ضرب معايا. طيب هو ضرب معايا ليه؟ ضرب معايا لان انا عندي هنا، طيب عندي هنا الديت هو هنا اللي عامل لي مشكله، الديت هنا هو اللي عامل لي المشكله. طيب احنا هنحذف ده كده ونحط هنا SQL Server Data Source، هنا
SQL Server Data Source من غير ما ناخد التاريخ. هناخد SQL Data Source من غير ما ناخد التاريخ يا شباب، تمام؟ لأن التاريخ طيب انا هنا هقول له اعمل لي كونكشن مع نفس الكونكشن نيو نيكست، تي بي واحد، واعمل لي ادفانسد، طيب اعمل لي ديجنريت عشان هو يعمل معايا اوتو نمبر، وبعد كده تيست كويري عشان اتاكد البيانات موجوده، وبعد كده فينش. طيب هروح اعمل برضه نفس اللي عملته، اعمل انسرت كويري، لكن انا مش هاخد الا حقلين بس، انا هاخد الحقل الاسم والنيم، هنا هاخد من الكنترول لاسمه تكست واحد، وهاخد ال العنوان من التكست بوكس 2، تمام؟ وبعد كده اوكي وخلاص. هنا الراجل دوت هنقول له برضو insert dot، هنقول له SQL server واحد dot insert، هو نفسه SQL server واحد dot insert، تمام؟ تعال نجرب نعمل له بس rebuild ونشوف هيشتغل معانا في الريبيلد ولا لا. هنا نعمل له ريبيلد على اساس انه هنشوف بس في اخطاء في الاكواد ولا مفيش اخطاء في الاكواد. ان شاء الله ان مفيش اخطاء في الاكواد. هو قال لي 1 سكسيد و 1 0 فيلد، فهنبدا ان احنا نجرب ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المشكلة فين؟ تمام، هو فتح معايا دلوقتي. هروح اقول له مثلا الراجل اللي اسمه عبد السلام دوت، عبد السلام، وعنوانه مثلا من دمشق، ونقول له ارسال ونشوف. بسم الله. طيب تعال نروح نشوف للداتابيز هل جه جالها عبد السلام ولا ما جالهاش عبد السلام. تعال نعمل لها كده بس ريفرش. بالظبط قال لي 3 روز، وفعلا عبد السلام وصل هنا من خلال الموقع. عبد السلام جه من الموقع. تعال نروح هنا للاكسس ونقول له يرسل لنا واحد اسمه اي حاجه. طبعا هنا الاتصال يعني ضعيف شويه، نقول له مثلا سعيد، ارسل لنا سعيد، وسعيد دوت مثلا من مدينه الاسكندري، تمام، وتاريخ ميلاده اي تاريخ ميلاد، هنا تاريخ ميلاد اليوم مثلا، تمام. تعالى كده نروح نعملها في ريفريش فوق، نعملها فريش كده. بالظبط عندي 4 روز ووصل سعيد اهوت بتاع الاسكندريه. يعني الموضوع جميل جدا. خلاص ما تخافش من الاكسس. الاكسس يعني هو في مميزات وفي برضه عيوب، وزي كل حاجه فيها مميزات فيها عيوب. اتمنى لما يكون الموضوع يكون سهل، يكون بسيط، يكون الشرح واضح. وكذلك لو اي حد عنده معلومه في نفس المجال دوت ما يحرمناش منها. لو حد عنده تعليق وما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش الدعم واللايكات. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.